بداية نود الترحيب بحضور الكريم كل باسمه ونرحب بالسيدة مدير السرير الصناعة لولاية عين شمس، نرحب بالسادة مديري مديريات ولاية عين شمس كل باسمه، نرحب بالأعوان الاقتصاديين والمستثمرين النشطين على مستوى ولاية عين شمس كل باسمه، نرحب بأساتذة الأفاضل أصحاب المداخلات. ايضا نرحب بمن نبني عليهم اقتصاد جديد طلبتنا الافاضل كل باسمي، نرحب بكم جميعا. نرحب ايضا بالثنائيه ممثلي شباب عين شمس ومجلس اعلى الشباب، بارك الله فيكم. نرحب ايضا بالسيد نائب مدير الجامعه المكلف بالعلاقات الخارجيه والبحث العلمي. بداية نطلب من الطالب القارئ